بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة، كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في الباب 15 من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه. وشكنا على الانتهاء من الباب، لكن بقي نقطة أو بعض النقاط حقيقة مهمة لعلنا نذكرها، لكن سريعا لعلنا يعني نراجع الباب. الباب احتوى على آية وحديثين. Last week we started the 15th door of this book, كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد by شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. We took the majority of the door. There's only a few points that are very important, inshallah, that we will mention. But for the time being, I suggest we revise and just summarize quickly from the beginning. تذكرون يا أخوة الباب الخامس عشر كان في ماذا؟ عن ماذا كان الباب الخامس عشر؟ إيش الآية التي قرأناها؟ آية التي في سورة سبأ، تذكرون؟ هذا أول آية ذكرها في الباب. الآية التي قرأناها في سورة سبأ، أول آية تتكلم عن ماذا؟ لذلك أخو مهم جدا إحضار الكتاب. ما دام نقرأ من كتاب نحضر الكتاب، ما دام نقرأ من كتاب نحضر كتاب. لو كنا نقرأ متفرقات كان أمر يختلف، لكن ما دام نقرأ، لأن العلم يا إخوة يحفظ بماذا؟ بالتقييد. العلم يحفظ بالتقييد وبالمراجعة. إذا قيدت العلم ستراجعه، إذا ما قيدته لن تراجعه وسينسى. ينسى لو يعني إنسان لو استمع يوم أو يومين ممكن يتذكر مرة مرتين يوم يومين ثم ينسى هذا العلم الشرعي. وبما أن نقرأ يا إخوة في علم هو من أنفس العلوم وأهم العلوم، بل هو علم العقيدة أشرف العلوم الشرعية. كان حري بالمؤمن يا إخوة أن يحرص على يعني على الاستفادة قدر المستطاع. We said يا إخوة it is important that one brings the book. Since we're reading from a book and not just general topics, one should bring the book so that he can write down notes and keep up and revise. Because we're human, we forget, right? We're human. If you don't write down, if you don't put down notes, if you don't revise, it will evaporate. Look at the kalam of Allah Ta'ala, Qur'an, يا إخوة. لو جئت تحفظ آيات صفحة نص صفحة أكثر أقل، لو حفظتها جيدا تمكنت منها، راجعتها أيام وتمكنت من هذه الصفحة أو من هذه السورة، لكن تركتها لفترة أسبوعين ثلاث شهر ثم رجعت إليها، تجد أن يعني كثير منها قد نسي، كثير جدا منها نسي. فلا بد من المراجعة، مراجعة العلم. والصحابة رضي الله عنهم يا إخوة كانوا يتذاكرون العلم، كما دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يتذاكرون العلم أكثر من حديث، يتناقشون في مسائل، يحضرون أسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذاكرة العلم الشرعي يا إخوة تكون بالتقييد والمراجعة، تكون بالتقييد والمراجعة. It is important. Take down notes and revise. Other than that, one will forget. We mentioned the Quran. If a person was to memorize a page, more or less,
perfectly, a couple of weeks later of not revising, you find yourself that you have already forgotten the majority of that page. Similarly, knowledge. الباب يا أخوة الذي نحن فيه وقول الله تبارك وتعالى أول آية ذكرها الشيخ في هذا الباب العظيم الآية الأولى في سورة سبأ من الوجه الثالث ملائكة نعم هذا حديث كان ملائكة أي نعم أيوة نعم اسمه حديث إنه استمع الملائكة في استمع أي نعم لكن الآية أول آية ذكرها في الباب الشيخ هي الآية الأولى في الآية الأولى في الوجه الثالث من سورة سبأ قوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الآية أولها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أمر آخر يا إخوة حقيقة أنا في بالي شيء كنت يعني أود أن أتكلم عنه حقيقة من فترة قضية حضور الدرس يا إخوة يوم أيام الويكند من المغرب والعشاء والله يا إخوة أمر مهم الوقت يا إخوة بين المغرب والعشاء غريب قصير أول ما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية حرسها الله أحد مشايخنا الفضلة صلى الله يحفظه قال لي انتبه على الدروس بين المغرب والعشاء التي في الحرم إياك تفوتها لماذا؟ لأن الوقت بين المغرب والعشاء إخوة غريب قصير يعني الإخوة يزهدون في الخير تجد نفسك يا إخوة صليت المغرب مع الناس ذكرت الله تعالى صليت السنة صحيح ركبت السيارة ومشيت البيت ستذهب إلى البيت تشلح الجاكيت وتضبط نفسك 20 minutes تلبس تتوضى وكذا تيجي المسجد ضيعت الدرس 50 دقيقة درس قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كلامه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ماذا يا إخوة حفتهم الملائكة نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده الله أكبر هذه دروس العلم قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع من الاحترام والتوقير الملائكة تنزل وتضع أجنحتها تنزل احتراما لطالب العلم هذه مجالس الذكر يا أخو نحن نزهد في الخير والله لو مباراة كرة قدم ولا مباراة كذا كان المسجد للباب لكن ذكر الله دين فائدة بعض الإخوة يعني بعض الإخوة ما يأتي يصلي الفجر ما يأتي الدروس كذا والله تعبان والله شفت طويل والله كذا لو قال له الباص عندك ريبورت لابد تخلصه بكرة ما ينام حتى يخلص أو عنده ميتنج مع كورية ولا كذا بيشتغل في الجي أم ولا هذول وعنده اجتماع مع الكوريين ولا مع اليابانيين تعرف في وقت الوقت يختلف بيننا وبينهم مدري 10-12 ساعة قل لك عندك الميتنج هذه الكول ميتنج الساعة 3 بالليل بيقوم ولا ما بيقوم والله ما بينام immigration عندك الجنسية بكرة الامتحان أو المقابلة عندك المقابلة انساك من الامتحان تذكرت عندك المقابلة بكرة على الساعة 6 والله أنت قايم من الوحدة صاحي تلبس وقاعد تجهز في نفسك أما الشيطان بضحك علينا نحن نزهد في الدروس يا أخو والله نزهد يا أخو ثم أقول بفضل الله تعالى علينا امتن الله تبارك وتعالى علينا إن الحمد لله في هذا المسجد المبارك عندنا دروس عندنا كل شيء بفضل كل يوم عندنا شيء بفضل الله تعالى كل يوم عندنا خاطرة عندنا كلمة عندنا درس على الويكند بعد الفجر بعد المغرب كل يوم عندنا بعد العشاء كلمة فضل الله تعالى عندنا
بعض المساجد يا أخوة مساجد كبيرة يأتي صلاة العشاء 400 واحد، ما في درس، ما في خاطرة، ما في شيء، فضل الله تعالى عندنا هنا، لماذا لا نستغل في تقصير يا أخوة؟ أنا والله مما يحزني قسما بالله، يحزني والله أن زهد الإخوة في الخير، زهد الإخوة في الخير. درس المغرب يا إخوة دقائق، الوقت بين المغرب والعشاء دقائق. رأيتم بالأمس أو قبل أيام، قبل يومين أعتقد، أمس ولا الذي قبله؟ لا لا قبل، لما قبل أمس جلسنا الإخوة تحدثنا بعد المغرب، ما قمنا لأذان العشاء، تكلمنا كان يعني شرحنا حديث وثم تكلمنا والإخوة سألوا وتناقشنا وكذا، ما قمنا لوقت العشاء. الوقت غريب يا أخوة، قصير، لماذا المسلم لا يستغل؟ إيش بدك تعمل في البيت في 20 دقيقة؟ قد يكون المؤمن يا إخوة معذور، عنده عذر شرعي، عنده شيء مهم، هذا معذور، بس مش كل مرة عندك هذا الأمر. والحمد لله يا إخوة أنا لا أزكي نفسي ولست عالم، إنما أنا طالب علم، لكن في نفس الوقت نقرأ من كلام الله، ونقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقرأ كلام الصحابة الكرام، وكلام الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة وأمثالهم، ما نأتي بشيء من الخارج بفضل الله تعالى. نحن حريصون بفضل الله تعالى على الدعوة إلى التوحيد والسنة، على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا هو المسجد بفضل الله تعالى، الإدارة والإمام الجميع هكذا بفضل الله تعالى، نحن مهتمين بهذا الأمر. لذلك ما عندنا أمور يعني بفضل الله تعالى أمور يعني مشكوك فيها، أو لا نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلكن المؤمن عليه يحرص يا إخوة، يحرص أنه يستفيد بقدر المستطاع. والحمد لله نحن نتذاكر ونتدارس، وأسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة يعني ينفعنا، ويجعل هذه المجالس حجة لنا يوم القيامة لا علينا، وهي إن شاء الله يا إخوة في ميزان الحسنات، إن أخلصنا النية لله تبارك وتعالى، ما أتينا لهذا المسجد المبارك للسماع لهذه الكلمة إلا نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لأن المؤمن يا إخوة والله لن ينفعك يوم القيامة مدح المادحون، والله لو قالوا عنك أحلى إمام وأجمل واحد وصوته خيالي وشكله كذا وهو كذا، والله لن ينفعك هذا الكلام عند الله تعالى، ما ينفعك هذا الكلام عند الله. إن الناس رضوا عنك والله تبارك وتعالى لم يرضى عنك، أنت في خذلان وفي خسران. فالإنسان يصحح النية ويحضر هذه المجالس الشرعية يرجو بذلك الفلاح في الدارين، وفقنا الله وإياكم لكل خير. In summarization يا أخوة, I just said that there is something important I have been يعني wanting for a while to say, is the importance of taking advantage of the durus between Maghrib and Isha. When I first went to Medina, one of my mashayikh, may Allah preserve him, said to me, listen, do not ever miss the durus between Maghrib and Isha in the Haram, because the time is so short. Where are you going to go and miss out on the khair, on the durus? We said you leave the masjid after you pray Maghrib with the people, you do your adhkar, you do your sunnah, and you go home, you get in your car. By the time you get home, you take off your jacket and whatever, you get comfortable, you're going to sit 25 minutes, 30 minutes at the most, get up, do your wudu, use the bathroom, get prepared and drive to the masjid. You missed out on a dars 50 minutes of khair. And we mentioned the hadith where the Prophet ﷺ mentioned the virtues of those who sit in the halaqa, how Allah subhanahu wa ta'ala surrounds them with the malaika and will bestow upon them his tranquility and his mercy subhanahu wa ta'ala, and he will mention them in the heavens subhanahu wa ta'ala. So all of this, as long as one has the correct, authentic, sincere intention, one is rewarded. So one is not to miss. And we mentioned, alhamdulillah, in this masjid, bifadlillah ta'ala, we have durus. We have something every day. So one is to take advantage, yani. We understand a lot of brothers, many times, they're extremely busy, or he has to do something. We're all like that, yaikhwa. بعض الإخوة يقولوا يعني يا شيخ احنا مشغولين, يعني كأني أنا عايش في غابة ولا عايش في قارة مختلفة. يا شيخ هذه أمريكا, يعني وليش احنا عايش يعني أنا في السنغال وأنا عايش معاكم, وإذا عندك أولاد أنا عندي أولاد, كلنا عندنا مشاغل. لكن الإنسان الذي يرتب جدوله والله سيجد وقت, مثل ما تجد وقت
تقضي مشاويرك وأمورك الخاصة ستجد وقت. Some brothers say, "Ya Sheikh, we're busy. We're this. We're all busy. We all live. We have similar situations. We all have children. We have responsibilities. It's just one has to organize his schedule." Wallahu muwaffiq. قال الله تبارك وتعالى في سبب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قلنا كلمة باب الشفاعة إن شاء الله الباب القادم سنشرحه ونطيل في أبواب الشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قلنا هذه الآية نزلت في ماذا؟ ما سبب نزول الآية؟ ماذا قال ابن جرير الطبري وماذا قال ابن كثير الدمشقي في هذه الآية؟ وماذا قال الأئمة والعلماء في تفسير هذه الآية؟ The very first ayah, إخوة, is the ayah we mentioned in Surah Saba, number 23, in the beginning of the third page of Surah Saba. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. The question is, إخوة, what is the tafsir of this ayah? What did Ibn Kathir and Ibn Jarir and Ibn Abbas and the likes of them, رحمهم الله ورضي الله عنهم, say? قلنا ماذا يا إخوة؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن قلوب من يا إخوة؟ وما المقصود بفزع عن قلوبهم؟ قلنا الملائكة. فزع عن قلوبهم ماذا يعني إخوة؟ ماذا معنى فزع عن قلوبهم؟ ذهب الخوف عنهم. زال الخوف عنهم. لماذا خافت الملائكة يا إخوة؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا انجلى وذهب وزال هذا الخوف عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا حصل؟ لماذا خاف الملائكة؟ لماذا خافت؟ لأن الله تبارك وتعالى تكلم في الملأ الأعلى كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. We said the ملائكة in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about when the fear is gone, is driven away from the hearts of the angels. We said, why were the angels in the first place afraid? What were they afraid of? We said, Allah subhanahu wa ta'ala spoke in the heavens. Allah subhanahu wa ta'ala spoke in the heavens. طيب يا إخوة، جمعنا في الحديث ماذا يقصد للملائكة عندما يتكلم الله تبارك وتعالى مثل ما جاء في الآية. نقرأ الحديث الأول الذي في صحيح البخاري. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا في صحيح البخاري، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. خضعانا لقوله. In explanation of the ayah, the Prophet صلى الله عليه وسلم said in the hadith that is collected by al-Bukhari under the authority of Abi Huraira, may Allah be pleased with him, he said صلى الله عليه وسلم, if Allah subhanahu wa ta'ala decrees and reveals a matter in the heavens, ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. The malaika will stand still with its wings out of fear and glory and respect towards Allah subhanahu wa ta'ala. هَيْبَةً وَخَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. تقف الملائكة لما تسمع كلام الله تعالى في السماوات كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم أو ينفذهم ذلك. الصوت يا إخوة الذي يخيف هؤلاء الملائكة كيف؟ كأنه ماذا؟ كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان قلنا ماذا هو يا إخوة؟ نعم، هذا الحجر له شديد الصلابة، حجر الصوان كما يقال له، حجر سبحان الله شديد الصلابة، شديد جدا، لا يكاد يتفتفت، هذا ينكسر كسر سبحان الله، وقوي جدا، صلب جدا. كأن هذا الصوت ضربت فيه سلسلة من حديد، ضربت هذا الحجر فيخرج صوت. The sound the malaika hear is if as a chain hits one of the most solid rocks, Safwan. It's a very, very tough and solid rock. Very tough. If one was to strike a chain with it, a loud noise would come out of it. That is the sound
that brings fear to the malaika. يقفون يا إخوة كما ذكر عليه الصلاة والسلام خبعانا. قال ينفذهم ذلك يعني يخيفهم ذلك. The sound strikes fear to them. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال هذا الفزع الآن. قالوا ماذا قال ربكم؟ يرفعون رؤوسهم يسألون ماذا قال الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ابن عباس لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. والملك يا إخوة الذي هو الموكل بالوحي هو جبريل الأمين عليه السلام, أوكله الله تبارك وتعالى بالوحي فيكلمه الله تبارك وتعالى كلاما مسموعا حقيقيا بحرف وصوت فيبلغه عليه السلام إلى حيث ما أمره الله كما سيأتي في الحديث في حديث النواس بن سمعان. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. So the malaika, after they raised their heads out of fear, asked Jibreel, what did Allah subhanahu wa ta'ala say, Jibreel? Because Jibreel is the messenger of the angels. Allah subhanahu wa ta'ala speaks to him, and Jibreel alayhi salam is the messenger to the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. And he delivers the wahi, the revelation to them, alayhi salam. So they asked Jibreel, what did Allah subhanahu wa ta'ala say, ya Jibreel? Jibreel says, Allah subhanahu wa ta'ala spoke the truth. And he is the most high, the most glorious, subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ الشياطين من الجن. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه. سفيان قلنا هو ابن عيينة المكي رحمه الله من أئمة أهل السنة, وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. The Prophet صلى الله عليه وسلم says, those who tried to steal the hearing and the speech of Allah subhanahu wa ta'ala from the jinn, the shayateen, and they are one on top of the other, from the earth until the heavens, trying to take and to sneak something, trying to get anything they can hear from the revelation. قال فحرفها وبدد بين أصابعه, يعني هكذا قال سفيان, يعني قال إنهم فوق بعضهم البعض, يعني هؤلاء الجن يركبون فوق بعضهم البعض الشياطين يحاولون ماذا؟ يسترقون السمع. لما يتكلم الله تبارك وتعالى يريد ويعرف ماذا قال الله تعالى, لأن الملائكة ستعرف, وهم يريدون ماذا؟ الجن هؤلاء الشياطين يسترقون السمع كما ذكر الله في الآيات الأخرى. So Allah subhanahu wa ta'ala speaks, Jibreel hears it and informs the malaika, people of the heavens, the shayateen. They're trying to sneak and to take whatever they can hear so that they can deliver it to those who are under them. قال صلى الله عليه وسلم فيسمع الكلمة, هذا الجن الشيطان هذا, والجن كما ذكرنا يا إخوة مثل الإنس, منهم المؤمن ومنهم الكافر. The jinn are just like humans, just like mankind. From them are mu'min and from them are kafir. قال فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. هذا الجن الذي استرق السمع مباشرة أخذ الكلمة أخبر الذي تحته بها, والذي تحته أخبر الذي تحته, وهكذا تنزل الكلمة حتى تنزل إلى الأرض. So he informs those who are the person who is under him, and then the shaytan informs the one who is behind him or under him. Aren't they on top of one another to try to hear? So he
He takes a word, one word, and he gives it the shaytan to the shaytan who is under him, right under him, who was writing under him. And then this shaytan gives it to the one under him, this one word. And they keep on giving it to one another until it reaches the witchcrafters and the fortune tellers and the magicians. حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَاعِنِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ. هؤلاء الشياطين يأتوا بالكلمة هذه واحدة, ينزل الواحد تلو الآخر حتى تنزل هذه الكلمة عند الساحر أو الكاهن. السحرة والكهنة يا أخوة يدعون علم الغيب وهم ما عندهم علم الغيب, يتعاملون مع الشياطين. وقلنا كيف تسمع الشياطين لهؤلاء؟ يعني معقول الشياطين يا إخوة تأتي على الساحر أو على الكاهن تقول له إيش تريد ونحن نعطيك والذي تريد نجيبك؟ معقول هذا الكلام؟ لا, في ضمانات, في عمل مشترك بين الشياطين وبين السحرة والكهنة. الشياطين يا إخوة لابد يتأكدوا أن السحرة والكهنة هؤلاء ومن على شاكلتهم من الكفرة هم حقيقة كفار, فلا بد هؤلاء السحرة والكهنة يرضوا هؤلاء الشياطين حتى يستمعوا لهم. كيف يرضوهم؟ يسجدوا لهم, يعبدوهم, يعني يضعوا المصحف في الأماكن أماكن النجاسة, يكتبون آيات القرآن بدم الحيض, يكتبون, يتغوطون على المصحف والعياذ بالله, يفعلون أعمال الكفر كلها, يسبون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, ويقرؤون القرآن, نعم, بالمقلوب, يقرؤون القرآن بالمقلوب إهانة لكلام الله تبارك وتعالى, ويكتبون الآيات فيها الطلاسم, طلاسم السحر والشيطنة. فلما تتأكد الشياطين أن هؤلاء السحرة والكهنة كفار حقيقيون وأنهم معابدون لهم وأنهم أرضوهم بهذه الأفعال وأنهم تقربوا إليهم, فالشياطين ماذا يا إخوة؟ تجيبهم, الشياطين تجيبهم. فإذا هو عمل مشترك. How do the magicians and witchcrafters يا إخوة, how do they get the shayateen to listen to them? Well, they have to please them by committing all things that are haram, defecating and urinating on the masahif, writing the ayat with the blood of menstruation, reciting the ayat upside down, disrespecting Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger alayhi salatu wasalam, making ruku' and sujood to the shayateen. When the shayateen are convinced that these people truly worship them, then they return the favor by fulfilling the commandments of the magicians and the witchcrafters. هكذا يا إخوة الشياطين, الشياطين يشتغلوا مع السحرة. والسحر يا إخوة والساحر كافر بإجماع أهل السنة, وليس هنا خلاف بين الأئمة الأربعة في أن الساحر كافر. وكما جاء في الحديث أن الساحر حده ضربة بالسيف, وانتشر السحر في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى إنه أخرج بيانا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, فقتلوا ثلاثا من الرجال وامرأة في العراق, وقد سحرت ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في زمنه. وجاءه رجل قال يا أمير المؤمنين انظر إلى الناس في السوق, انظر إلى الناس في السوق, شو القضية؟ خرج أمير المؤمنين ينظر, إيش القضية في السوق يا جماعة؟ وجد ماذا؟ رجل يدحرج رأسه أمام الناس ثم يعيده, يدحرج رأسه أمام الناس ويعيده. الله تبارك وتعالى قال عن موسى في قصة موسى مع السحرة ماذا قال الله؟ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما الله تبارك وتعالى قال عن موسى عليه الصلاة والسلام قال فأوجس في نفسه خيفة موسى, موسى عليه السلام لما رأى هذا الأمر خاف, قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يقول لك خفة وحركة, ما في خفة في الإسلام, هذه الحركات كلها سحر يا إخوة, يضع البيبسي مدري إيش ويسكرها ويفتحها وكذا العلبة, هذا كله سحر, ما في إيش اسمه أعمال خفة في الإسلام, هذا كله سحر.
لأنه السحرة السحرة اللي سماهم الله سحرة في قصة موسى ما عملوا العصا حية، ما فيك تعمل العصا حية إلا بأمر الله، وهذه معجزة كانت للأنبياء وآية من آيات الله تبارك وتعالى أعطاها للأنبياء. هل السحرة جعلوا العصا فعلا ثعبان؟ طبعا لا، لكن ماذا؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فعمر رضي الله عنه رأى هذا الرجل يدحرج رأسه، وما فعلا قطع رأس هذا الرجل، لكن سحر أعين الناس ظنوا أنه هذا يدحرج رأسه ثم يعيده، قال يركب رأسه. فعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أخرج سيفه وضرب رأسه، فتدحرج حقيقة رأسه، فقال للرأس رضي الله عنه يعني رده مكانه، قال له رده مكانه لأنه ساحر. فعمر رضي الله عنه قتل هذا الساحر. فالسحر لا شك يا إخوة أنه كفر. قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا يا ربنا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعدين في الآية يقول الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والساحر يا إخوة يقتل ردة لا تقبل منه توبة لأنه مفسد، انتاب هذا بينه وبين الله، لكنه يقتل ماذا؟ ردة، فليس له توبة، يعني لا يستتيب الإمام حاكم المسلمين لا يستتيب الساحر، وإنما يقتله ردة، لأن الساحر مفسد يا أخو، مخرب للمجتمعات، قاطع للأرحام، مفسد في البيوت. وإذا تاب من نفسه واعترف من نفسه هذا، لكن هو يقتل هذا لو تاب من نفسه، أما الحاكم يقتل الساحر ردة. We said there is no difference of opinion that the magicians and witchcrafters are kuffar, disbelievers. We just mentioned the ayat in the story of Musa or in the story of Sulaiman alayhi salam and the two angels Harut and Marut in Iraq. The ayat clearly state that those who commit shirk or commit sihr are disbelievers. We mentioned that Umar radiallahu anhu during his time, magicians and witchcrafters were spread, and he ordered rahimahullah ta'ala radiallahu anhu that every magician that is caught to be killed, and they killed 3 men and a woman during his time. Even his daughter, the mother of believers, Hafsa radiallahu anha, was affected by magic. We mentioned that Umar, it was narrated that he saw people came to him and said, Ya Amir al-Mumin, go see the market. There's a man who was through magic taking off his head and basically rolling it on the ground and then putting it back. So he went to Umar radiallahu ta'ala anhu, pulled out his sword, and he killed him. He cut his head off. So then Umar told the head that was rolling, he said, put it back now if you can. He was telling this man who was deceased, the magician, he said, put it back again if you can. So magicians, the ikhwa, are killed. That is the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. And tawbah will not be accepted from them. If they repent, that's between them and Allah. But he's to be killed because magicians and magic, ya ikhwa, destroys communities and societies. نعم. في منهم نعم. في جن مسلم وفي جن كافر. الجن المؤمن مسلم. طبعا واحد. واحد. نعم مسلم. هل بلغت الرسالة إلى الجن؟ نعم. الرسالة بلغت إلى الجن؟ أي نعم كيف؟ قال الله تبارك وتعالى في القرآن قال وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالجن مطالبون بالشريعة مثل ما الإنس مطالبون، ولذلك الجن منهم المؤمن ومنهم المرض الشياطين الكفار، فهم مطالبون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين للإنس والجن. ما قال الله في القرآن في سورة الزخرف وفي سورة الأحقاف وفي سورة الجن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
والآية الأخرى التي في الأحقاف قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم. وفي آية في الأحقاف كذلك, في آية في الأحقاف في نهاية الأحقاف, في نهاية الأحقاف آية أو في الشورى. نعم. هم بيقولوا كمان إن منا المسلمون ومنا نعم أي نعم. فهم حتى استمعوا القرآن الجن فبلغتهم الرسالة, لا شك إنه بلغتهم الرسالة, فمنهم مؤمن ومنهم كافر وهم مطالبون. الجن المؤمن يظهر إلى المسلم المؤمن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله من زعم أنه يروه أنه يراهم أبطلنا شهادته. فلا شك أننا لا نراهم, ومن زعم أنه يراهم فهو مكذب لله تبارك وتعالى. فهم لا يظهرون بحقيقتهم, عرفتم؟ لكن قد يظهر الشيطان على صورة كلب أسود عقور, أو قد يظهر على صورة حية أو عقرب أو خلاف ذلك. أما الشياطين لا يظهرون على حقيقتهم. الشياطين يا إخوة لا يرون على حقيقتهم, لكن قد يرى بصورة كلب أو حيوان أو يرى خلاف ذلك. حتى السحرة ما يرون, لا يبان. لا لا, الساحر لا يراه على حقيقته. لا, الظاهر والله أعلم أنهم لا يرونهم على حقيقتهم, لا يرونهم على حقيقتهم. يا أخي الإنسان إذا كان مؤمن يعني وعلى الصلاة والاستقامة, هل السحر ينفذ فيه أم حصل؟ قد يحصل نعم, ابتلاء من الله. حصل للرسول, حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. حصل يقول لك أنا حافظ القرآن ما بدي حافظ هذا بدرس حولين. والله يا إخوة الإنسان يأخذ بالأسباب. المؤمن الذي يريد يحصن نفسه لا بد يكون صاحب صلاة في الجماعة مع المسجد, في المسجد مع الجماعة. صلاة الفجر هذه لا 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 يعني لا يمكن تضيع على رجل يريد تحصين. رجل يقرأ القرآن, يقرأ الأذكار الشرعية, أذكار الصباح والمساء, أذكار النوم, الجماع, دخول الخلاء, خروج من الخلاء, دخول البيت, خروج من البيت, الأكل, الشرب. حصن الإنسان نفسه بالأذكار الشرعية, يأخذ بالأسباب. بعض الناس يقول يعني من كيف وكذا, الإنسان يأخذ بالأسباب. بعض يعني الله تبارك وتعالى والحامي, والإنسان يأخذ بالأسباب. حصلت مع الرسول قبل نزول المعوذتين وبعدها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك الإنسان يتعوذ يا أخوة. لذلك حتى سبحان الله دلنا عليه الصلاة والسلام قبل النوم على قراءة آية الكرسي, قال أنه يبقى على الإنسان حفيظ من الله تبارك وتعالى, حفيظ حتى يستيقظ, والإنسان يذكر أذكار النوم ويخلد إلى فراشه على طهارة وينام على جنبه الأيمن. يعني الإنسان يا أخوة الشريعة الحمد لله سهلة ويسيرة وواضحة في كيف الإنسان يحصن نفسه من هذه الأمور. ثم الإنسان يا أخوة كذلك يصحب الأخيار ويبعد عن الأشرار. يا شيخ, عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى الساحر وهو يدحري, هل أثر عليه الساحر يعني وشاف الساحر يدحري رأسه أم أنه لم يؤثر عليه؟ ما أعرف, لكن السحر حق يا إخوة, السحر حق. نبي الله عليه الصلاة والسلام رأى السحرة, رأى هذه الحبال والعصي كأنها حية. نعم, كان حيات, رآها كأنها حيات. والله قال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. السحر حق يا إخوة. لذلك يعني الإنسان عليه أنه يحصن نفسه بالأمور الشرعية التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشياطين هؤلاء يا إخوة يحاول مباشرة أن يلقي الكلمة هذه التي سمعها في السماء إلى من تحته مباشرة قبل ما يضرب الشهب. هذا الذي يحرق. الرسول صلى الله عليه وسلم said, "This shaitan, there's a possibility he can deliver this word that he heard to the one under him,
before a shooting star comes and strikes him. Because if it strikes him, it kills him. So there's a chance he delivers the word, and there's a chance that he is burnt before. وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَ. الآن وصل الكلمة الشياطين هؤلاء وصلوها للساحر. الساحر بأخذ هذه الكلمة الحق يخلطها بماذا؟ مئة كذبة. قال أنت عندك في طريقك شيء أخضر، وعندك راح في شيء طيب جيد، وانت شكلك اليوم راح يجيك مال، وبضرب له على الحجر انت شكلك كذا، وانا شايف لك انه كذا. فيخلط مع هذه الكلمة مئة كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام that after he delivers this one word that is truth, he mixes this magician or this witchcrafter mixes 100 lies with it. 100 lies. You see these magicians and witchcrafters. They say, oh, you're going to have such and such. You're going to have this luck. It seems I can see in your future. They read the palm or the ball they have. Or the Arabs have the coffee cup. The dust, some of them, sand. Oh, you're going to have such and such. Your luck is this. Your luck is... It's all lies. Never happens. One time, once it happens. قال صلى الله عليه وسلم. فقال أليس قد قالنا بعض الجهلة العوام اللي يظهر اللي عندهم أي نعم اللي عندهم جهل عظيم يقولون ماذا؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الساحر المجرم يقول لهم راح يصير كذا وراح يعمل كذا، كل مرة كذب ولا عمرها صار. في مرة من المرات زلطت معه، فتلاقي العوام الهبايل الجهلة في البلاد يقول لك لا تكلم على الشيخ هذا، سموه كمان الساحر في بلادنا شيخ، هذا الكافر يسموه شيخ، لا تتكلم عن الشيخ، لا تتكلم عن الشيخ. ولك يا رجل ناسي يوم كذا وكذا قالنا إنه راح نلقى الشغلة الفلانية في المكان الفلاني، أو راح يجي فلان الفلاني اللي كان ضاع وفكرناه مات في الحج وراح يرجع. تتذكرش هذيك الكلمة قالها؟ سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هي الكلمة الواحدة هذه كانت حق، لكن خلط معها مئة كذبة. والناس لجهلهم وتعلقهم وقبولهم للباطل، الناس بعض الجهلة اللي ما عندهم علم شرعي منفتحين على الباطل، يقول لك لا الشيخ هذا تذكر المرة هذيك قال كلمة، نعم طب له 5 سنين بكذب علينا، هسا من كل الدجل والكذب تذكرت هذه الكلمة. وهذا فيه بيان يا إخوة أن العامي الذي ليس له عنده علم شرعي علم راسخ تطرأ عليه هذه الأمور وقد يستقبل هذا الباطل. وأن الباطل يا إخوة سبحان الله قد يسوغ ويخلط مع الحق، نعم يخلط مع الحق، فيختلط هذا الحق والباطل على الجاهل. الباطل يا إخوة قد يخلط معه شوية حق أو يلف، الباطل ينحط عليه لفافة من الحق، فالجاهل يظن ينظر إليها ما يميز، هذا الذي ليس عنده علم لا يميز. وهذا يظهر لنا يا إخوة أهمية العلم الشرعي، وأنه حقيقة هو سلاح المؤمن. العلم الشرعي سلاح المؤمن. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء هم أكثر الناس خشية لله؟ هم أكثر الناس يعرف الله تبارك وتعالى، لأن العلم يورث الخشية ويورث المعرفة بالله تبارك وتعالى. وكلما ازداد الإنسان علم، كلما خاف من الله، كلما كان عداد الإيمان عالي جدا، كلما كانت التقوى يعني كبيرة عالية عنده سبحان الله. كل هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي. وانظروا كيف أثنى الله على أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من الذين شهدوا بوحدانية الله؟ شهد الله لنفسه سبحانه وتعالى أنه وهو الله الذي لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا فيه بيان فضل أهل العلم، فيه بيان فضل أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. The magician says one word that is true, but before there was 100 lies mixed with it. The Prophet ﷺ said, the one who is ignorant focuses on this one word that he said that was true, and he forgets all the 100 lies that he mixed with it. You see some of the ignorant general folks of the Muslimin, if they hear the magician, especially back home, they call him Sheikh. If someone was to talk about him, they'll say, oh, don't speak about him. You remember, on that day he said such and such was going to happen, and it did happen. So they focus on that word even though he's been lying for years. And this comes out of ignorance. It's because of ignorance. Because one's weapon, one's true weapon is knowledge. The more knowledge one has, the more he fears Allah. Why did Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an mention that the ulama have the most fear and piety? It's because of their knowledge, of their ilm. The more you know, the more you fear Allah, the more taqwa you have of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah praised Ahlul Ilm in the Qur'an throughout many of the ayat. ثم ذكر حديث قريب جدا يا أخو نفس الكلام، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. الملائكة تسبح الله تعالى، السماوات تسبح الله تبارك وتعالى، السماوات والأرض تسبح الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وكما ذكر الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، السماوات والأرض وكل الجمادات تسبح الله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي عند البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، وفي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح، وكذلك في قصة حنين الجدع الذي كان يخاطب عليه أو يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ له المنبر، وغير ذلك من الأدلة على أن الجمادات حتى تسبح الله سبحانه وتعالى. This hadith, hadith of النواس بن سمعان, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, if Allah subhanahu wa ta'ala wills to reveal or to order revelation, he would speak. The samawat, the heavens would shake. There would be thunder out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And we said that the hadith shows that the samawat make tasbih of Allah. And this is evident in the Qur'an. And through the sunnah, we mentioned that the food was making tasbih. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam had pebbles in his hands that were making tasbih. Even the minbar that he used, the pulpit that he used to deliver the khutbah on sallallahu alayhi wa sallam, used to make tasbih. And many other ahadith, everything makes tasbih. قال صلى الله عليه وسلم فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، خافوا وخروا سجدا الملائكة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. When the people of the heavens hear the sound of Allah subhanahu wa ta'ala speaking, they will have fear. Fear strikes them and they will prostrate immediately. The first one to raise his head would be Jibreel alayhi salam. And he will speak with Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will reveal to him what he wills. And then Jibreel will pass by the malaika, and every time he passed by a heaven, the malaika would ask him, Ya Jibreel, what did Allah speak? He would say, Jibreel alayhi salam, Al-Haqq, the truth, and he is the most high, the most glorious.
قالوا الملائكة ماذا قالت؟ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ لأن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا خلافا لما عليه أهل الباطل، أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومن عطل الصفات ومن كان على مثلهم. ما قالوا ماذا خلق ربنا؟ قالوا ماذا قال ربنا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وكماله. They said, what did Allah say? Because Allah subhanahu wa ta'ala, from his attributes, that he says, he speaks subhanahu wa ta'ala in a way that befits his majesty and perfection. And this refutes the people of bid'ah from the Asha'ira and the Mu'tazila. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. كلهم يقول مثل ما قال جبريل. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. They all say the same thing as Jibreel said. Allah said the truth and He is the Most High, the Most Glorious. And then Jibreel delivers the wahi, the revelation, to where Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to deliver. هنا يخوى في كلمة جميلة جدا. قال شارح السنن، سنن النسائي رحمه الله تعالى، كلام عجيب والله. قال ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال فإذا كان الشيخ رحمه الله هذا، فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا. He mentioned hadith in Musnad Imam Ahmad under the authority of Ibn Mas'ud, authentic chain of narration. He said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saw Jibreel in his true picture, his actual picture, and he had 600 wings. Every wing was closing the heavens. And he said that from every wing there was jewels coming out, coming down from his wings. The count of them is only known by Allah subhanahu wa ta'ala. He said, if you see the magnificent creation of the angels, yet how great it is, yet they submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. How can one equal other than Allah subhanahu wa ta'ala with him subhanahu wa ta'ala in invoking him, in fearing of him, in hoping? ثم قال كلمات، قال والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك في خلقه أو من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى كلامه من شرح سنن ابن ماجه. الشيخ منشد رحمه الله تعالى that from the آيات in this door it shows the true meaning of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of the heavens and the earth. He is the most great. When he speaks subhanahu wa ta'ala, the heavens and the earth shake out of his fear and out of his respect and glory. And this shows the perfection in his attributes, in his knowledge, in his capability, in his kingdom, in his glory, in his ownership. And that all the creations are in need of him. He said it is therefore forbidden to associate partners
in worship with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Maryam that everything that is in the heavens and the earth is a slave servant to Allah subhanahu wa ta'ala. And that on the day of judgment, all of them will stand before Him singly, subhanahu wa ta'ala. And if everyone was a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, then it is unbelievable for anyone to worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, even though He sent messengers and prophets alayhim as-salatu was-salam warning them from shirk and polytheism and ordering them to worship none but Him alone subhanahu wa ta'ala. هل الذهاب إلى الشرك والقطع والكفة اليد هذا هل يعتبر من أنواع الشرك؟ والله يا إخوة الإنسان ما يذهب إلى هذه الأمور ويشغل نفسه بما يعود عليه في خير في الدنيا والآخرة. أقول الإنسان يا إخوة لا شك يعني المباح الحمد لله الإنسان يعني يأتي به لا إشكال فيه، لكن يأتي به كما ذكرنا المباح، يأتي الإنسان بالمباح، وهذه الأمور يعني يدخل فيها محاذير كثيرة، اختلاط وأمور كثيرة وغير ذلك، فيها أغاني وفيها يعني ممكن نساء كاسيات عاريات من اللي نعم، فيها أمور محاذير كثيرة، وإن هذا إن سلمت من ما يسمى بخفة اليد والسحر والأمور هذه، هذه إن سلمت. لكن المباح الحمد لله كثير، المباح كثير، الإنسان يحرص على أنه يعني لا يأتي إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، لا بما يريده على هواه. أسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخالصين المخلصين، يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا خالصا وعملا صالحا متقبلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.